بسم الله الرحمن الرحيم، مستمرون في إعطاء نبذة مختصرة عن معروضات دار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع. طبعا اليوم نعرف بكتاب المرأة والنبوة للباحث والكاتب الأستاذ علي الزيدي. طبعا هذا الكتاب يناقش موضوعة النبوة في النصوص التوراة والإنجيل والقرآن، ويذكر المؤلف بأن مفردة النبوة قد ذكرت بشكل صريح في نصوص التوراة والإنجيل، إلا أنها لم تذكر بشكل يدعو إلى الإطمئنان في النص القرآني. كما أنه يذكر ويبين هل أنه مفردة النبوة التي ذكرت في نصوص التوراة والإنجيل كانت بمفهومها ودلالتها نفس المفهوم المذكور في القرآن، أم أنه هنالك اختلاف في البين. مضافا إلى أنه يناقش أولئك المفسرون الذين حاولوا أن يخالفوا مشهور المسلمين في مسألة نبوة المرأة، حيث قالوا بنبوة المرأة كل من القرطبي وابن حزم الأندلسي. يريد الأستاذ هنا أن يبين أنه انحصار مسألة النبوة بالرجال لا هو على معنى النقص الموجود في المرأة أو النقص الموجود في الرجال، لا بالعكس، وإنما هنالك الكل له مؤهلات عقلية ثابتة وموجودة عند الطرفين، إلا أن هنالك تغير وظيفي وأدوار لكل منهما، فهنالك مقام للمرأة تنفرد به وهنالك مقام للرجل ينفرد به، ولكن لا يتسيد أحدهما على الآخر. لذلك فهو يذهب إلى نظرية تفرد لا تسيد، ويذكر هنالك مقامات وأدوار للمرأة في الحفاظ على النبوة، أطلق عليها خط الاضطرار وخط الاختيار وخط التكوين، مضافا إلى هنالك نساء قد حافظت على الإمامة. حقيقة هذا الكتاب هو كتاب فريد في موضوعه، فريد في عنوانه، ندعو كل القراء إلى اقتنائه من دار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع.